كابتن عمر، قبل ما نتكلم عن اول بطوله ليك، بطوله خاصه كاس مصر امام نادي الزمالك، بطوله عمرك ما هتنساها، خلينا نروح للتليفون ده، معانا تليفون مهم جدا وعايزك انت اللي تستقبل التليفون. قول الو. الو 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 الو. ايوه، عارف مين يا عمر؟ كيمو. يا كابتن كمال. كابتن اسامه، منورنا على قناه الاهلي. معانا الكابتن كمال عبد الواحد، طبعا يعني والد عمر و واحد من جهاز الفني لمنتخب مصر السابق اللي حققوا 3 بطولة افريقيا لمصر. منورنا على قناة الاهلي يا كابتن كمال. حضرتك منور وكابتن عمر منور، ومنورين القناة ومنورين النادي الاهلي ومنورين الدنيا كلها، وانا اشكرك على الكلام الجميل والمقدمة الجميلة دينا كابتن اسامة يا غالي. حبيبي يا كابتن كمال، عايز اروح ليك في بداية كلامنا. عمر قال لي حاجة يعني عايزك تأكد لي عليها على الهوا، بيقول لي لحد دلوقتي وأنا لاعب في النادي الأهلي بعد كل مباراة بتخلص ليا مع النادي الأهلي بروح البيت وأنا قاعد مع والدي أقول له أنا مش مصدق لحد دلوقتي إن أنا بقيت لعيب في النادي الأهلي. طيب هقول لحضرتك على حاجة عشان بس الناس ما تفتكرش إن إحنا بنبالغ ولا حاجة. إحنا لغاية دلوقتي وحضرتك انت موجود كده وعمر جنب حضرتك وانا موجود، وبرضه احنا الاثنين مش مصدقين ان عمر في نادي الاهلي ولابس الفانيلا الحمراء وبيلعب باسم النادي الاهلي الكيان الكبير العظيم ده لغايه دلوقتي. تتخيل؟ لا ده تصدق، علشان بيلعب وبقى دلوقتي واحد من نجوم الفريق وبقى بيسجل وبقى بيصنع وكمان خد بطولات مع النادي الاهلي. ده الحمد لله فضل النادي الاهلي طبعا مليء بالبطولات، يعني بعمر من غير عمر، لكن ان وجود ابني موجود وسط الكيان ووسط المحفل الكبير دون النادي الاهلي ده ليه دلالات كبيره جدا جدا جدا، الا وهي ان احنا كنا دايما في حوارات مستمره بيننا وبين بعض انا وهو، ومعانا خلي بالك والدته واخته كمان طبعا دايماً. لسه بنتكلم عن دور الاسره في حياته عموما كمان. دايما كنا نتكلم مع بعض، يعني دايما في حوار كده اسري كده بين الاربعه كده، ودخل فرد جديد طبعا ربنا يبارك لنا فيه، زوج ميرنا. فكل نقعد ونتكلم. عمر ايه طموحك؟ يتكلم يقول طموحي كذا 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 كذا، انا عايز اوصل مع النادي الاهلي ده لابعد حته، انا عايز افضل العب في النادي الاهلي ده لغايه اخر يعني اخر نقطه دم في حياتي وفي عمري. ايه رايك النهارده؟ انا كنت كويس، انا كنت اديت كويس، ايه الاخطاء اللي عندي، ايه السلبيات اللي كانت موجوده؟ تتخيل ما بنتكلمش في الايجابيات على قد ما بنتكلم في السلبيات على طول على طول، يعني على طول اقول له حتى هو بيزعل مني. انا بس عايز اسال عمر وهو معانا دلوقتي، بتتقبل السلبيات اللي ممكن الكابتن كمال يقولها لك بعد اي مباراه؟ كنت مفروض تعمل كذا وكذا وكذا. هو عمره في حياته ما قال لي اي حاجه ايجابيه خالص، حياه ربنا من وانا صغير كله السلبيات والله يا كابتن. يعني بص، علشان يعني دايما تصلح. استحاله استحاله يعني، بس يعني مامتي بقى كانت بعد ما هو يخش ينام تقول لي والله كان هيجنن طول ما انت بتعمل حاجه كويسه. طب ما بيقوليش ليه؟ قالت لي ولا هيقول لك. كل كلامي معاه احسن واحد، يعني انا حتى اول ما بخش من باب البيت او اكون جايب جول وعامل جول مثلا ولا جايب قلب لي وشه كرمش وشه، يا حاج في ايه؟ كنت زي الزفت النهارده. طب في ايه؟ في كذا وكذا 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 وكذا. طب والحلو؟ عادي طبيعي لازم تعمل كده، وانت لعبت في منتخب مصر ولعبت في بتلعب في النادي الاهلي طبيعي لازم تعمل كده. ماشي حاضر. عمره في حياته ما قال لي اي حاجه ايجابيه.